يعني أعتقد أنه الضغوط تمارس من الجانبين، تمارس من عدد من كبار الديمقراطيين في مجلس النواب تحديدا، وقليل من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. في المقابل أيضا الرئيس بايدن يمارس نوع من الضغوط، لأنه كان هناك اجتماع يعني كان يقوده سيناتور ولاية فيرجينيا وارنر، إلا أنه يعني تم إلغاء هذا الاجتماع، وهذا يعني أن هناك ضغوط تمارس من قبل البيت الأبيض. أيضا بايدن اعترف بأنه أجرى ساعة طويلة من النقاش مع حكيم جيفريز زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، والتقى أيضا تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ لفترات طويلة، وهذا يعني أن هناك نقاش محتدم بالفعل حول هذه المسألة. وهذا يعني أيضا أن بايدن ما زال يرفض ويؤكد مرة أخرى أن الله وحده هو الذي يعني يمكن أن يخبره بأنه يجب أن يتنحى، كما قال لجورج ستافانوبولوس في لقائه الأخير مع ABC News. لهذا فهذه الضغوط ربما تكتسب زخما، ونحن بصدد مجموعة يعني عدة أيام وربما أسابيع على الأكثر كي يختبر يعني مدى صلابة قدرة بايدن على المقاومة لهذه الضغوط التي تتزايد بشكل كبير. طيب سيد طارق، الآن هي محاولة لإقناع الرئيس بالتنحي، ولكن هل ممكن للحزب الديمقراطي أن ينقلب على الرئيس بايدن؟ هل هناك بند دستوري مثلا يخول للحزب ذلك بناء على حالته الصحية وتقدمه في العمر؟ يعني الدستور ليس له علاقة بالممارسات الحزبية الداخلية، لكن الأهم هو أنه يمكن نظريا أن يتحدى شخص آخر الرئيس بايدن في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في 19 من أغسطس المقبل، أي بعد نحو 6 أسابيع من الآن. وإذا فعل الشخص هذا وكان يحظى ربما بقدر من الموثوقية والشعبية، يمكن أن تتحول بعض الأصوات حتى من قبل أولئك المندوبين الذين تعهدوا لبايدن بأن يصوتوا له، لكن لا توجد ضمان على أن هذا يمكن أن ينجح، لأنه ما زال هناك انقسام كبير بين الديمقراطيين حول ما إذا كانوا يعني سوف يدعمون بايدن أم لا. طيب بالنسبة للانقسام، الشق الداعم للرئيس بايدن لذهابه في هذه الانتخابات على ماذا يعولون؟ على نجاحه وفوزه فعلاً؟ يعني هناك أكثر من سبب. الأول هو أنه لا توجد ضمانة حقيقية بأن البديل سيكون أفضل من بايدن. من ناحية الاستطلاعات الرأي، يعني هناك البدلاء مثل حاكم ولاية كاليفورنيا أو حاكمة ولاية ميتشيغان جريتشن ويتمر أو حتى سيناتور وارنوك من جورجيا، كل هؤلاء من الأسماء المرشحة للخلافة، بالإضافة إلى كمالا هاريس بالتأكيد، ولا يوجد أحد يستطيع أن يؤكد أنهم يحظون يعني استطلاعات رأي أفضل من بايدن، بالإضافة إلى أنه جرى العرف على أنه يعني يترك للرئيس أن يقرر ذلك بنفسه وألا يتعرض لضغوط شديدة من حلفائه، بالإضافة لعامل آخر وهو يتعلق ب يعني القدرة التي يقول بها بايدن بأنه استطاع أن يكسب ترامب في 2020، وأنه يستطيع أن يكرر ذلك مرة أخرى على الرغم من هفواته وعثراته الكثيرة. لكن المشكلة الحقيقية هو أنه هناك يعني مساحة كبيرة من الديمقراطيين الآن يشعرون بأن بايدن يعني غير لا يعيش الواقع وأنه منفصل عنه ويؤكد على استمراره رغم كل الهفوات، ثم أنه خلال الأيام والأسابيع القادمة في كل هفوة وفي كل سقطة منه سوف يسلط الإعلام أضواءه على هذه المشكلة، وسوف يتزايد الزخم المطالب بتنحيه. طيب كان في سيناريو أيضا مطروح أو هو متوقع وهو ما تفرضه صناديق الاقتراع، إذا فاز الرئيس بايدن لم يكمل ولايته ال4 سنوات المقبلة ممكن أن تحل محله النائبة كاميلا هاريس. هل هي مؤهلة بأن تكون رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية؟ هناك أصوات كثيرة بالفعل الآن تدفع بأن يتنحى بايدن، ليس فقط عن الترشح وأن يتنحى عن منصبه، بمعنى أنه يستقيل الآن وأن تأتي كامالا هاريس لتخوض الانتخابات من موقع الرئيس، لأن هذا من شأنه أن يعزز فرصها
أمام ترامب، لأنه الشعب الأمريكي فيه جزء تقليدي يرشح الرئيس وينتخب الرئيس ويعطيه فرصة للفوز. لكن في حقيقة الأمر كامالا هاريس كان عليها كثير من اللغط خلال السنوات الحكم، كانوا يرونها أنها غير فاعلة بما يجب، أنها دائمة الابتسام والضحك، وحتى الخصم الرئيس السابق دونالد ترامب أطلق عليها يعني كنية بأنها الضحكة لافن في واحدة من تدويناته على السوشيال ميديا، وبالتالي لا توجد ثقة كبيرة في أنها يمكن أن تفوز على الرغم من هذا الدعم الذي تحظى به من قطاع من الديمقراطيين، لأنها أيضا ستكون يعني أول امرأة، وأول امرأة أيضا من يعني من ذوي الأصول الإفريقية الهندية، وبالتالي البعض يرى أن هذه ميزة للتدليل على التنوع، لكن البعض الآخر يرى أن قطاع من البيض المتشددين والمستقلين ربما لن يصوتوا لها لأنهم غير مقتنعين بها بدرجة. وربما هذا هو ما يرفع أسهم الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة. شكرا جزيلا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي.